السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الناس اللي كيتنملوا عليهم رجليهم، نعم، واللي كترقد عليها رجلها، نعم، واللي نعم دم ما كيدورش، نعم، لان العلامات ديال البيرمير، مرض دم، مرض بيرمير، العلامات ديالو هي هذه القضيه، هذه تنمل، نعم، ديال الاعضاء السفلى ديال الرجلين، نعم، السيقان والرجلين، نعم. ثم كنلاحظوا على ان حتى الناس اللي عندهم السكري مثلا، نعم، واللي عندهم بعض امراض القلب والشرايين، هذاك عندهم الصبع ديالهم، الصبعان ديال رجليهم ما كيوصلهمش الدم، بعض المراتين ما كيتحجروا، نعم، كيموتوا، كيتكردغوا كنقولوا بالدارجه، نعم، اما كيموتوا ما كيبقاوش يحسوا بهم، اما كيولي كيحس به كيلقى الام، هذا ما وصلش له الاكسجين، هذا الاكسجين ما وصلش لهذ الاعضاء هذه، هذا الشخص هذا ما كيتحركش، هذا نعم، اكيد ما كيتحركش، نعم، لان حتى الفلاحه اللي كما قلت لي كانوا كياكلوا اللحم وكانوا اسمي وكانوا كيخدموا في الفلاحه وكيتحركوا نهار كامل وخدام، ولا البنايه ولا هذو الناس الحرفيين هذو ما عندهمش هذا المشكل ديال الرجلين الا العياء ولا كترقد على رجله مره مره، هذا عادي، كيلاحظوا الناس ملي كيكونوا راكبين مثلا في السياره ولا في الحافله، ملي كيسافروا طويل كيسافروا ساعتين وثلاث سوايع ربع سوايع، كيلاحظوا على ان رجليهم كترقد عليهم، علاش؟ لان الدم ما دارش، باش نفهموا باش الدوره الدمويه، لا كنظن هي اللي قصدها كتوقف كثير، ملي كتوقف ملي كيوقف الدوره الدمويه كتوصل كيتحرك الدوره الدمويه، بحال دابا هذا اللي رقد على رجله ما كيبقاش يحس بها كلها، ولكن ملي كيوقف ويحركها الدم كيدور كيوصل صافي كتولي مزيانه، ولكن الناس اللي كيوقفوا بزاف مثلا، الناس اللي كيوقفوا بزاف كيكون عندهم هذا المشكل ديال الشرايين ديالهم، الشعيرات الدمويه والشرايين اللي كاينين في الساق من تحت، هذا لي فاريس هادو كيكونوا عندهم طبعا، لان كيبدا يخرج حتى ذاك العرق كينفخ وكيبدا يخرج كيبدا يبان ازرق عليه، كيبدا الشعيرات اللي الدمويه اللي كيخرجوا، كاين اما الشعيرات اما العروق كاع كيبداو يخرجوا، هي بالعكس هي كدلك، ولكن الا كانت دارت تدلك خاصها دير تدلك بشويه، نعم، لان ربما لا دارت تدلك غادي تزيد في هذاك الحجم ديال يعني بلطف دوك الشرايين، من الاحسن دير تدلك بشويه بلطف وما خصهاش توقف كثير، نعم، الناس اللي عندهم هاد الدواليب هادو ما خصهمش يوقفوا كثير، يعني الوقوف غادي يسبب لهم حرق، والحركه مزيانه وفي الليل، في الليل يحاولوا يديروا واحد المساج بشويه، يعني تدليك يعني بهدوء بالخل كنظن يكون احسن، بالخل ولا حتى ببعض الزيوت، مش خل عادي او خل تفاح، خل خل عادي، حنا الخل كيهمد هذا الحريق ديال هذا، ولكن كيبقى الدوره الدمويه هي المهمه، يعني ماشي من برا وليس من الخارج انما من الداخل، هادو اللي كيتمشاو غير كيكون عند المعلمات اللي كيضلوا واقفين في السبوره، كيكون عند الناس اللي كيخدموا واقفين كيكون عندهم هذا المشكل، مثلا كتوقف بزاف في المطبخ خاصها تحاول مره مره تجلس واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، تجلس شويه باش تحبس ذاك الكميه ديال الدم اللي كيدوز، ذاك الصبيب ديال الدم اللي كيدوز في ذوك الشعيرات، وكاين على مستوى الراس، كاين على مستوى الراس ثاني مشكل خطير جدا، نعم، لان كاين اللي كيكون عنده الم راس حاد وكيكون عنده ديما، نعم، وكيبقى يشرب في هذوك المهدئات، كيشرب مده طويله في المهدئات، فكيولي عنده مشكل اخر كيتسبب مشكل في المعده وفي الامعاء، يعني كاين سرطان ديال القناه الاثنا عشريه ديودينوم الان حديت ولا حرج، يعني بكثره، ثم جميع خصهم ما ينساوش الناس بان الادويه تمر من الكبد، اكيد، وان الكبد يتسمم بالادويه، هذه معروفه هذه، فهذا الشخص اللي عنده الم راس الحاده خصو يمشي عند طبيب القلب، نعم، هذا اللي كيضروا راسو خصو يزور الكارديو، خصو يمشي عند طبيب القلب والشرايين، لان شنو كيوقع ملي كيكونوا الشرايين ضيقه، نعم، كيوقع ضيق كيطلع الدم للراس وما كيرجعش، علي باش نفهموا الناس ببساطه، يعني ماشي كيطلع الدم ما كيرجعش، ما كيرجعش ملي ما كيرجعش الشاي، ملي ما كيتهواش هذاك المخ كيضروا راسو، الشخص كيحس بالم الراس، ملي كيكون واحد الم خصوصي، اذا كان الم الراس كيدوم لمده طويله ما خص الشخص يبقى يتناول الاقراص حتى يهلك راسو، خصو يمشي بعدا يتاكد واش المشكل ديال القلب والشرايين مزيانين، واش مسرحين، واش الدوره الدمويه جيده، وهذا يعني الناس اللي كيسمعوا لهذا البرنامج هذا راه كاين هذه الحالات كثيره جدا، خصهم يمشيو ويراجعوا طبيب امراض القلب والشرايين، نعم، علي طبيب غادي يعرف بعد اولا يعني بالكشف الطبي غير ديالو، هو غادي يعرف الشخص واش عنده مشكل ولا لا، من بعد الى شك في شي حاجه راه غادي يكون
طبعا غادي يعمل له هذاك يعني تسجيل ديال هذوك ضربات القلب ولا حاجه شي غادي يعرف، ولكن يعني اغلب الحالات، يعني اغلب الحالات اللي عندهم هذا الم الراس الحاده، وخصوص الاشخاص اللي كيطلعوا مثلا الطابق الرابع في السلم في الدروج وكيحسوا بهذا الالم، ولا كيكون يخدم وكيضروا راسه ولا شي حاجه، هذا عنده الصبيب ديال الدم ما مضبوطش، يعني الدوره الدمويه ما مضبوطاش، خصو يشوف امراض القلب والشرايين. وكاينين الناس اللي كيتفاجئوا ملي كنقولوا راه خصك تمشي عند القلب والشرايين، كيتفاجئ كيقول لي انا كيضرني راسي وانت صيفطيني. نعم كنقول لك كيضرك راسك، ولكن الامور ماشي كما كتظن، هي الامور في الدوره الدمويه. ما يمكنناش نصنفوها في الشقيقه. علي يعني كلمه الشقيقه جات من الشق، جات من النص ديال راسك هو اللي كيضرك. نعم. اما اليمني اما هذه بعض المرات كتكون غير من البرد. نعم. كيكون الشخص حيت عرفتي علاش الجهه اللي من جهه باش نطمئنوا الناس تقدر تقول لهم الم الراس راه ملي كيكون نايم في الليل كيكون عنده واحد البرد، واحد الكوروندير يعني واحد التيار ديال البرد كيدخل ملي كيكون هذيك الجهه اللي من جهه الوساده كتكون سخونه والجهه الاخرى كتبقى بارده. نعم. يعني كيكون ديما هذاك الشقيقه هي جات من هنا. ولا كانت في البوادي من قبل كانت ضربه شمس. نعم. يعني الشخص كيتقاد مع الشمس شي حاجه كضربوا عليه، كانوا كيديروا واحد التدليك في الجبهه تيقول لي قلع عليا الشمس عليا شي ممارسات عليا ماشي فعلا هي ممارسات لا علاقه لها بالطب طبعا هذا غير هما ملي كيقول لي مسد لي هنا شنو هي تدليك علاش باش ديك الدوره تدور في ذوك الشعيرات ولا شي جيد عليا التدليك ديال الراس ماشي سهل لان يعني كانوا كيعرفوا ليه الناس لان يعني كانوا كيعرفوا يدلكوا علاش نعم. كيطلع التدليك من عند الاذن نعم. كيطلعوا الفوق ويدور بالجبهه وكيلاقيه باش كيخلي الدم يجري عند الانف. نعم هي تدليك وكاين اللي كيرتاح لكان غير من الشعيرات الدمويه الخفيفه كاين، ولكن كاين اللي عنده الام حاده للراس ديالو كله كيحس بصداع يعني فظيع ماشي نعم. كاين الناس اللي كيكون شكل غثيان كيوصلوا حتى يحسوا بغثيان يعني هاد فهاد الناس اللي كيجيهم هاد الام الراس الحاده دائما نعم جوج العوامل خصهم يراقبوهم بعد نعم. اولا خصو يشوف امراض القلب والشرايين هذه ما فيهاش. ثم كاينين الناس اللي ما كيفطروش بالنشويات ما كياكلوش خبز في الفطور نعم. خصهم ياكلوا الخبز بكثره في الفطور علاش؟ لان كيفطر الصباح بشي حاجه بسيطه كياكلش خبز كافي نعم. ملي كيمشي ديك التركيز السكر في الدم كيهبط كينزل حتى 0.78 ولا 0.8 كيحس بالم الراس كيضروا راسه نعم. الناس اللي كيضروهم راسهم في العمل مع 10 ونص مع 11 خاصهم يبقاو ياخذوا يفطروا بالخبز بكثره نعم. لان باش هذوك الخبز التحلل ديال النشا كيمشي ببطء وكيبقى هذيك يعني هذاك تركيز السكر في الدم تيبقى يعني ما كيتغيرش كونستون نعم. وهذا بسيط هي امر بسيط مع المرض كتكون الامر بسيط جدا وكيبقى الناس يعني يتساءلوا ويشربوا في الادويه وخصو يعرف بعدا يشخص المرض يعرف شنو المرض ديالو شنو عاد يستعمل الادويه ما يستعملش الادويه قبل تشخيص المرض هذا خطا نعم. كبير فهذه الدوره الدمويه هي كل شيء في الجسم الناس اللي ما عندهمش دوره دمويه نعم. لا ينامون جيدا اكيد وربما يعملوا احلام مزعجه كوشمار نعم. كيجي من عدم الدوره الدمويه نعم. وربما يكون عندهم مشكل في الهرمونات عند النساء نعم. هذا يكون عندهم مشكل في الهرمونات ربما يكون عندهم مشكل على مستوى المفاصل وعلى مستوى الاعضاء ديالهم غادي يكون ثقال غادي يكونوا الاعضاء ديالهم ثقال نعم. ربما يكون عندهم مشكل ديال الم الراس الحاده هذه اللي تكلمنا عليها نعم. اللي ما عندهمش يعني الدوره الدمويه غادي تكون عندهم انيميا غادي يكون عندهم نقص في الانيميا وغادي تكون الاعضاء ديالهم ما مهوياش مزيان غادي يكون الوجه ديالو شاحب نعم. وغادي يكون هذه فلازم نعم. تكون هذه الدوره الدمويه جيده اللي تكلمنا نعم. على العوامل ديالها الفيزيائيه اللي هي الحركه والجوع شويه الجوع جوع 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 كينفع في الدوره الدمويه نعم. يجوع الشخص يجوع يحس بالجوع والحركه خصو يتحرك هذه العوامل هذه فيزيائيه العوامل الاخرى هي البوتاسيوم اللي هو النبات نعم. ثم حمض الاوميغا 3 اللي كيجري الدم حتى هو يعني كيدور كما ذكرتي الحبوب يعني اللي كاين المكونات اللي كاينه في الربيع هذا في يعني هذا الحميضه وهذا الخشاش اللي كانوا الناس كياكلوه من قبل كانوا كيطيبوه وياكلوه هذيك معروف عليها بالاسيكا الفيتامين اي والفيتامين سي والفيتامين كي نعم بالعكس هو الفيتامين كي كيعقد الدم ولكن هاد المكونات اللي كان مثلا المكونات اللي كتكون مضادات للاكسده اللي كتكون في هاد النبات هاد المضادات للاكسده شنو هي كتخرج الراديكول ليبر كتخرج الجذور الحره من الجسم الجذور الحره هي اللي كتخرب الشرايين نعم يعني هي اللي كتخدش الشرايين وإلا خرجت هذيك الجذور نعم إلا خرجت الجذور الحره ما يكون تا مرض طبعا غادي تكون الدوره دمويه خفيفه طيب الله يخليكم انا بغيت نعرف كيفاش نحافظوا على الدوره الدمويه كاين هنا احنا حيت كمغاربه كان نعملوا ديك العلاج المائي بالحمام الشعبي حيت نعم. كيقول لك هو كيحفز الدوره الدمويه
لكن عنده بعض المرات كيكون الانسان عنده الضغط الدموي مرتفع وكيمنع عليه طبيب الحمام. نعم نعم حيت واحد السيده كانت من العائله كانت عندها ارتفاع الضغط الدموي ملي مشات للحمام كانت وقع على جلطه ملي خرجت من الحمام. نعم كذلك بغينا نعرفوا يعني شحال السوا يعني نجلسوا فيه وقتاش نمشي. نعم وبغيت نعرف عاوتاني ديك راس الحانوت يعني كيحتوي على الحلبه وهي عندها ممنوعه على بعض الناس يعني عندها المشكل كتعمل المشكل ديال تخثر الدم وممنوعه عاوتاني ديك على الناس اللي عندها مشكل غده الدرقيه. اللي خليك عاوتاني بغيت نعرف شنو هو العلاقه ديال داك النوم المتقطع ما كنعسوش مزيان على الدوره الدمويه. نعم اكيد اكيد الشكر. اذا شكرا لك سيده عائشه من مدينه العرائش. الناس اللي عندهم امراض القلب الشرايين وعندهم ارتفاع الضغط ما خصهمش يمشيو الحمام الحمام لان الحمام غادي يسخنوا فيه مع الناس كيدخلوا لواحد الدرجه عاليه في الحمام راه كيبالغوا طبعا كاين بعض النصائح كيقول لك ما تدخل الحمام حتى تشرب واحد نصف لتر من الماء البارد. لا 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 الا مشاو في المنطقه الوسطى نعم الاولى والوسطى اللي يكون حراره شويه مزيانه ممكن الناس يغسلوا ما كاينش مشكل. ولكن يدخل داخل السخون لا هذا صعيب للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط. علاش؟ لان غادي نلاحظوا هما ملي كتكون في هذه المنطقه سخونه غادي تلاحظ على ان ضربات القلب كيتزادوا كتسارع. نعم فمعنى ضربات القلب كيتزادوا ان الصبيب هذاك اللذيبي الصبيب ديال الدم كيكثر في الشرايين. نعم. ربما يطلع واحد الصبيب قوي للمخ وغادي يصاب الشخص باغماء وربما يمشي كوما. نعم. هذا صحيح يعني غادي يطيح. ثم كاين واحد القضيه اخرى هاد الناس اللي تكلمت عليهم دابا قبل قليل اللي عندهم الام الراس اللي باقي ما عارفينش بان عندهم امراض القلب. نعم لكن ما عارفينش. هادو ربما يمشيو كوما هادو ربما يمشيو للمستعجلات يعني لا الا مشاو لهذا الحمام السخون. ولكن الناس حتى الناس اللي عندهم ليبيليبسي حتى الناس اللي عندهم الصرع هادو الصرع تاهما ما خصهمش يدخلوا لهذه المنطقه السخونه في الحمام. لان مالي الصرع الا كان هذاك الصبيب شنو علاش تيطيحوا علاش كيعملوا كريز لان الصبيب ديال الدم كيكون كثير يعني وهذاك الشيء علاش ما خصهم ياخذوا الفازو ريستريكتيف ماشي الفازو ديلاتون هذوك الاشياء اللي كتضيق الشرايين ماشي اللي كتحل الشرايين. هذا فهادو من الاحسن يعني من الاحسن يغسلوا في المنازل ديالهم ولا حتى في يعني في هذاك الحمام ديال المنزل ربما يوصلوا الحراره ل 30 درجه ولا ل 28 درجه هي ممكن الناس يوصلوا على 30 درجه جيد. ولكن الا وصلوا ل 50 درجه صعيب. وبعض المرات في الحمام كتكون اكثر من 50 توصل 55 58 درجه صعيبه شي يعني الماء كله هذا سخون والارض سخونه والجو سخون والماء غاديش. ثم تكلمت على واحد القضيه ديال تخدر الدم علينا ما غندخلوش في الحلبه. نعم كاين اعشاب وكاين هذا النعم اللي كتخدر الدم وعلينا الفيتامين ك وبعض المكونات هما اللي والحلبه يعني كتخدر. لكن ما نظنش ان لا ما نظنش ان الكميه ديال الحلبه اللي كيستهلكوا المغاربه غادي تخطر الدم ولا يعني ولا راس الحانوت. لا الكميه ديال راس الحانوت اللي كياكلوا المغاربه كتعمل واحد شويه للعائله كلها في الطبيخ كله ما نظنش ان هذه الكميه غادي تكون مشكل وما نظنش ان الكميه اللي كيستهلكوا ديال زريعه الكتان والحلبه غادي يكون عنده مشكل ديال الغده الدرقيه. الغده الدرقيه جاي من البلاستيك ومن الالومنيوم ونقص فيتامين ك ونقص سيلينيوم. نعم ما تكلمتش على اليود. لاحظتي انني ما تكلمتش على اليود. نعم الغده الدرقيه ماشي هو اليود. نعم لان اليود ما كتاخذ الغده الدرقيه حتى تيكون السيلينيوم. نعم وما يكونش الكادميوم والالومنيوم. نعم وما يكونش البلاستيك والاوميغا 6. نعم عاد الغده الدرقيه. اما نمشيو نعطيو للناس اليود وهما ما عندهم لا سيلينيوم لا فيتامين كلا والو نعطيهم اليود غادي نعملوا لهم سرطان الغده الدرقيه غادي يولي مشكل. عندنا مناطق فيها مشكل ديال الكواتر. نعم. هذيك المناطق نركزوا عليها ونعطيهم اليود. نعم ولكن باش يكون تعميم الايودين في الملح على المملكه كلها هذا خطا لا يمكن ان نقبل لان غادي يولي عندنا مشكل ديال البلوغ ديال البنيات على 8 سنين والاطباء يجمعون في العالم على ان كل ما بلغت البنيه على عمر صغيره كتكون معرضه لسرطان الثدي والرحم. هذه معروفه هذه في الطب وخطيره هذه. نعم لان اليود محفز ديال الهرمونات ديال الغده الصماء